تحديث قادم رح يخلي الزومبي أفضل بألف مرة، رح يضيف نظام الفاكشن والكولينجز ونظام تحديات الترايلز، ويخلي اللعبة شبيهة بفورتنايت أو ديستيني بشكل تلعبها بشكل يومي. تابع الفيديو لتعرف كل التفاصيل. شارك حال شباب، معكم شركيال وشركي كيف، شارككم فيديو جديد. طبعا بلاك اوبس 4 تعتبر افضل بداية لاي جزء زومبي من العاب بلاك اوبس او كول اوف ديوتي بشكل عام. ما في ولا جزء كول اوف ديوتي او بلاك اوبس اجالنا مع اربع مابات زومبي عن البداية. اي فعليا، نروح على بلاك اوبس 1 اجالنا مع مابين زومبي، نروح على بلاك اوبس 2 اجالنا مع ماب زومبي واحد، ولو كنت شارل الحزمة الخاصة بيجيك نيوك تاون. بلاك اوبس 3 نفس الكلام بالضبط، شادو اوف ايفل لو بتشتري حزمه الخاصه او سيزن باس بيجيك ماب ذا جاينت. بس بلاك اوبس 4 اجانا مع ثلاث مابات زومبي مجانا للكل، وماب اضافي اللي يشتري الحزمه الخامسه، فالتوتال اربعه. طيب صحيح عنا كل هالشيء، بس في مشكله بالزومبي. نحن لاعبين زومبي، او خلينا نتكلم عن نفسي انا صراحه، لما تكون نازله بلاك اوبس 4 زومبي ما راح العب غيرها. يعني انا من يومين كنت مشارك ببطوله فورتنايت، دخلت وشاركت البطوله وخسرت طبعا، لاني صار لي شهرين ملعب فورتنايت ما لعب الملتي بلاير. ملتي بلاير بلاك اوبس 4 امس لعبت اول جيم، وصلت ليفل 5 بالملتي بلاير البلاك اوت. اول ما نزلت لعبه هلا ما لعبت ولا جيم، كل لعبت البلاك اوت والملتي بلاير على ايام البيتا. بس من اول ما نزلت بلاك اوبس 4 ما قاعد العب الا زومبي، فقط زومبيز، لأنها لعبة متحمس عليها مرة وقاعد استناها تقريبا 3 سنين، فشي طبيعي بس تنزل اسحب على كل شيء وما العب الا زومبيز. المشكلة بالموضوع ان الزومبي مجرد ما تحل الغاز، مجرد ما توصل راوند اللي تبيه بالمابات، خلاص ما في شيء تسويه، فعليا ما في شيء تسويه. اوكي تقعد تلعب لتزيد ليفلك، تسوي برستيج، تسوي تحديات الدارك اوبس اللي تعطيك كولين كارد، بس فقط. هالشي صراحة ما يشجع ابدا انه اي حد يلعب زومبي، فمجرد ما تحلوا الغاز وتوصلوا روندات عالية راح تروح تسحبوا على الزومبي وتروح تلعبوا العاب تانية على بين ما تنزل الحزمة الاولى وترجعوا لها. وهالشي غلط، هالشي جدا جدا غلط بالنسبة للعبة. هذا الشي نفس بلاك اوبس 3، نفس العاب الزومبي كلها. بس دعنا حاليا بوقت في العاب كتير منافسة، ولازم شركة تسوي شيء لتخلي الناس يرجعوا يلعبوا اللعبة اكثر واكثر. نفس ديستني، نفس فورتنايت، نفس الملتي بلاير ببلاك اوبس 4. ديستني كل اسبوع تبي تلعب، كل اسبوع عندك مهمات نايت فول، عندك تحديات جديدة. فورتنايت كل اسبوع عندك تحديات الباتل باس اللي تسويها والويكلي تشالنج. الملتي بلاير عندك تلفل الباتل باس تبعك، التيرز الملتي بلاير ببلاك اوبس 4 كل يوم تحدي لتلفل التير تبعك، ونفس الشيء البلاك اوت تلعب وتلفل للتير. بس للاسف الزومبي مهما لعبت زومبي، مهما وصلت ليفل بالزومبي، ما راح يلفل لك بالتير. فاي كامو معين، اي شيء معين موجود بالباتل باس الموجود بالملتي بلاير او البلاك اوت ما راح تستفيد منه كلاعب زومبي. هالشيء صراحه جدا جدا منرفزني، انه ليش لاعبين الزومبي ما فيهم ياخذوا الاشياء اللي تطلع بالباتل باس. يعني لو لعبت ملتي بلاير وبلاك اوت كل يوم ولفلت وسويت تحديات، راح تلاقي الباتل باس عندك عم بيزيد ليفله لتوصل تير 200 وتطلع سكنات خرافيه. بس الزومبي مهما لعبت، مهما وصلت راوند عالي، مهما حليت الغاز، ليفل باتل باس عندك ما راح يلفل ابدا. فادري انه الباتل باس المحطوط اللي هو البلاك ماركت في اشياء اكثر للمالتي بلاير من الزومبي، تقريبا ما في اي شيء للزومبي. يعني في سكنات لشخصيات المالتي بلاير وكذا، بس ما عندنا مشكله، خلينا نحن كلاعبين زومبي نلفل ونطلع الاشياء. يعني ما راح نطلب للشركه تسوي باتل باس خاص بالزومبي اللي هو لتير 200 وكل اشياء للزومبي، لا خلينا نلفل بنفس الباتل باس العادي، ما في اي مشكله. بس للاسف هالشيء مو قاعد يصير، ولو تشوفوا كل يوتيوبر الاجانب عم يسووا كشبه حمله نوعا ما، يطالبوا الشركه انه خلي الباتل باس يدفع على مع لاعبين الزومبي، او سوولنا باتل باس خاص فينا، شيء يشجع اللاعبين تلعب بشكل يومي. طيب سمعتوا شو مشاكلنا بالزومبي؟ ما في اي شيء خلينا نشجع نرجع نلعب مره ثانيه، ما في اي تلفيل. الشيء الحلو، ولا قبل اتكلم عن الشيء الحلو، بتتذكروا الحدث اللي صار بلوس انجلوس بشهر 5 بامريكا، اللي هو حدث اطلاق كول اوف ديوتي بلاك اوبس 4، اللي جتني دعوه من اكتيفيجن ومغطايه فيه كل شيء، وما طلعت لي فيزا من جوازي تعبان نوعا ما. فالمهم بهداك الحدث طلع جيسون بلندل وتكلم عن الزومبي، وتكلم عن اشياء ما شفناها باللعبه. تكلم عن شيء اسمه الفاكشن او الفانكشن، وتكلم عن الكولينج. ما شفنا الحين نزلت اللعبه، ما شفنا لا الكولينج ولا شفنا الفاكشن. فشو الاشياء هاي؟ شو الاشياء اللي تكلم عنها؟ هذا بالضبط اللي نبيه كلاعبين زومبي، هذا هو نظام تحديات يخلينا نلفل
تقريبا شبيه للباتل باس. حاليا راح احاول اشرحه قدر المستطاع. فليش شالوه من اللعبه؟ شالوه من اللعبه لانه جيسون بلندل حكى انه كيوم الاول على نزول اللعبه او الشهر الاول حاس انه في محتوى زياده على اللزوم، 4 مابات زومبي، فخلينا نركز على المابات نلعبهم، بعدين بعد شهر تقريبا راح ينزل نظام الكولينج بعد ما كل اللاعبين خلاص حفظوا المابات حلوا الالغاز، ينزل نظام الكولينج والفاكشن. بس اللي صار تقريبا شهرين وما شفنا لا نظام الكولينج ولا الفاكشن نزلوا. وشو سبب التاخير؟ سبب تأخير كل الناس عم يتوقعوا انه الشاشة الزرقاء والجلتشات اللي قاعدة تطلع باللعبة، لانه كانوا مثلا ناويين انه اول شهر 11 بعد ما يعدي شهر على نزول اللعبة ينزلوا نظام الكولينج ونظام الفاكشن، بس شافوا الجلتشات الرهيبة اللي عم تطلع باللعبة والشاشة الزرقاء اللي عم تطلع الناس من اللعبة والايرور، قالوا لا اجلوا هالكلام كله، خلي شغلنا حاليا كله على تصليح المشاكل. يعني الشركة الحين شغلها كله انه تصلح المشاكل، واظن بالفترة الاخيرة قلت شاشة زرقاء بشكل جدا كبير بس لسه تطلع لبعض الناس. فالمهم قالوا خلوا تركيزنا كامل لنصلح المشاكل، وبس نتأكد انه صلحناها 100% نضيف نظام الكولينج والفاكشن. فهو مفروض ينزل من شهر بس اجلوا عشان يصلحوا هالمشاكل. طيب الحين خلينا نتكلم على الشيء الحلو اللي اكتشفوه اخر فترة. الشيء هو كالتالي، في كولينج كارد موجودين بالزومبي اللي هي البطاقات اللي تكون عليها صورة وتحتها اسمك. المهم هالكولينج كارد خصيصا مخصصين للزومبي اسمهم الدارك اوبس كاردز، وهالكولينج كارد كانوا مخفيين ما حد فينا يشوفهم، وتحديات مخفية يعني ما منك تعرف شو التحدي حدا تسويهم، بس لو سويت التحدي عن طريق الصدفة راح ينفتح لك هالكولينج كارد. فالمهم في شخص سوى جليتش بشكل من الاشكال قدر يطلع كل الكولينج كاردز متم شايفين قدامكم هلا. هالكولينج كاردز اللي ما تم استكشافهم الباقي الناس اكتشفوهم، هل شايفين قدامكم كانوا اخر كولينج كارد ما حد قاعد يعرف شو تحدياتهم، فهلا طلعوا قدامكم. فعندك كولينج كارد بيعطوك اياه اذا حليت لغز بلود اوف ذا ديد كادمين مين كويست بلود اوف ذا ديد بدون ولا بيرك راح يعطوك هالتحدي. في تحدي تاني بيحكي لك انك تاخذ تقريبا 50 مليون سكور برش. في تحدي يحكي لك تحل لغز اي اكس باقل من 100 دقيقة، لو سويت هالتحديات رح يعطوك كولينج كارد. اوكي خلينا من كل الكولينج كارد، كلهم تحديات عادية تسويها لتفكهم، وخلينا نركز على الكولينج كارد الاثنين اللي شايفينه قدامكم حاليا. عندنا الكولينج كارد الاول اللي اسمه ستاند ترايل، مثل ما شايفين شكله غريب نوعا ما، كأنه هالبالنص حس شكل مسجد. فالمهم عندنا هالكولينج كارد وكاتبين الخطوة اللي تسويها عشان تطلع هالكولينج كارد، كومبليت ترايل 1 اوف ايتش اوف ذا فيرست 3 مابس، بالعربي خلص التحدي الاول او الجولة الاولى بكل من المابات الاولى الثلاثة. هالشي جدا جدا رهيب، اظن انه مثل ما شايفين مرقمينه برقم انه خلص التحدي الاول ومو كاتبين مين كويست، بالباقي الكولينج كارد كانوا يكتبوا بعضهم مين كويست قصدهم باللغز، بس لا هون كاتبين الجولة او التحدي الاول. فمعناته انه تحدي ممكن يكون مثلا نحل لغز ماب معين بدون ما نفتح البوكس ابدا، نحل لغز ماب معين بدون ما نستعمل الدرع، نحل لغز هالماب بدون ما نشرب ولا بيرك. فهاي التحديات اللي انا متوقع نشوفها. والشيء الحلو انه نعرف انه الكولينج والفاكشن وهالكلام كله هو اللي يعطيك اشياء نفس الفيس بينت اللي شفناه بالزومبي، الشيء تحطه على وجهك او الكولينج كارد. هالاشياء بالفاكشن والكولينج هنجيلها بعد شوي، هي اللي تعطيك هالانواع من الجوائز. بس التحديات هي اللي ما سمعنا عنها، اكيد ما راح تخلص تحدي بشكل من الاشكال وبالاخير يعطوك فيس بينت او شيء، لا عندنا نظام كامل هو الكولينج والفاكشن اللي بيعطيك هالاشياء. فاظن هون راح يعطونا شيء جدا جدا رهيب لما نخلص التحديات، راح تكون تحديات صعبه وراح تكون اسبوعيه او يوميه، لانه انتم شايفين لها رقم ما راح يرقموها على الفاضي وما راح يحطوا لنا الارقام كلها مع بعض. فاظن ممكن اول اسبوع يحطوا لنا لكل ماب تحدي، انتم كاتبين هون خلص التحدي الاول لكل ماب، فكل ماب له تحدي، واظن هيكون بشكل اسبوعي نفس ديستني او فورتنايت، ولو ما عملناها الاسبوع بيروح علينا كشكل من الاشكال. فشو ممكن تكون الجوائز؟ اظن ممكن تكون اشياء تساعدك على اللعب، اشياء تخلي لعبك افضل. يعني مثلا لو خلصت التحديات كلها للاسبوع الاول على الخمس او ست ايام القادمة، او تختار انت خمس ايام عشوائية فينك هالايام تاخد فيها بيرك خامس، او مثلا يعطوك لون سلاح جدا مميز وعليه اشياء خرافيه وكذا، وهاللون فقط للزومبي وما فينا يطلعوه الا لاعبين الزومبي، وفينك بعدين تروح تورجي الناس الملتي بلاير، وهاللون ما فينك تطلعه الا لو خلصت التحديات الثلاثه الاسبوع الاول، ولو ما خلصت التحديات الاسبوع الاول خلاص راح عليك هاللون ما فينك تطلعه بعدين.
ممكن يونيفورم مع شخصيتك الزومبي مثلا فجأة نلاقي ريكتوفن تغير أواعي تلبسه أواعي غير، بس أظن هالشيء شوي صعب لأنه الملابس جدا إلها علاقة بالقصة وفينا نفرق بين ريكتوفن وريكتوفن عن طريق ملابسهم وأنبيب الدم، فما أظن الملابس بس يعني بشكل من الأشكال ممكن يضيفوا مثلا إيموتس على الزومبي اللي هي نفس الموتي بلاير والبلاك أوت اللي هي تسوي حركات رقص أو شيء، فإنه بالزومبي فينك حركات معينة ما فينك تطلعها إلا من هالتحديات، بس أظن هاي الفاكشن او الكولينج. خلينا الحين نروح نتكلم عن الكولينج. الكولينج مثل ما شايفين التحدي اللي كاتبينه انه complete all faction in faction calling season 1. اوكي خلينا من كلام season 1 خلينا نرجع لها بعد شوي. كاتبين complete all faction، اللي ما يعرف الفاكشن هي مثل اقسام، انه عندك تختار تحديات لقسم الأقسام. مثلا خلينا نقول في قسم للأبوثيكن تختار أنه أنت وتحديات الأبوثيكن، في قسم تحديات خلينا نقول الشخصيات الكبيرة، في قسم تحديات لقصة الكيوس، في قسم تحديات للشرير تبع قصة الكيوس. كل هالأشياء إلى تحديات، وبالتحديات هاي بتطلع إمبلم، بتطلع صور، بتطلع أشياء معينة. وأظن لما نخلص تحديات كلها لقسم من الفاكشن، مثلا قول أنت اخترت اول لما فتحوا الفاكشن اخترت ان انت بتسوي تحديات الابوثيكن، لو خلصت تحديات الابوثيكن كلها بهالفاكشن راح يعطوك شيء جدا مميز. خلينا نقول مثلا يعطوك قناع الشادومان، او يعطوك مثل قفاز بايدك في مثل ايد الشادومان، فانت قاعد تلعب تشوف طالع من جسمك اشياء مثل الاخطبوط او شيء من الكلام. لو اخترت مثلا تحديات الشرير اللي هم الناين بقصة الكيوس، لما تخلص تحديات كلها يعطوك القناع الذهبي تبعه. فالتحدي حاكي انه خلص كل الفاكشن بكل يعني راح يكون في اكثر من نظام تدركم، تقريبا 4 أو 5 فاكشن وكل واحده فيها تحديات. تخلص كل الفاكشن بالسيزون 1، انه هيكون في سيزون 1 يمكن بيضل شهر شهرين، اذا خلصت كل فاكشن اللي فيه طلعت كل الاشياء الخرافيه اللي فيه، بعدين يبلش سيزون 2 سيزون 3. فنوعا ما يكون نفس نظام الباتل باس اللي بالمالتي بلاير والبلاك اوت اللي الكل قاعد يسال عنه. فايه مثل تركم هاد نظام اللي يعطيك كولين كارد واشياء، والنظام الثاني التحديات شكله تحديات صعبه. اللي يلعب دستني فيكم تقارنوها نوعا ما بالنايت فول، فاللي هو انك تخلص الترايل بالمابات. فاظن هداك راح يكون نظام منفصل عن الفاكشن منفصل عن الكولينج، وراح يكون في جوائز جدا جدا رهيبه، وراح يكون صعب. حاسه راح يكون صعب لانه ما احس تحديات الفاكشن هتكون صعبه. تحديات الفاكشن انه في مثال عنا هلا اللي طلع الفيس بين، تطلع هيتشوت معين، تستعمل بركات معينه، تشرب مثلا 20-30 بيرك راح يفكوا لك تحدي فاكشن. فالنظام الكولينج والفاكشن للاعبين العاديين الكل فينه يجيبهم، النظام التحديات الترايلز راح يكون فقط للاعبين الهارد كور اللي هي عندك اسبوع تسوي التحديات الصعبه. قدرت تسويها راح تطلع شيء خرافي ما حد فينا يطلع بعدين اذا راح الاسبوع. اذا ما طلعتهم خلاص روح اشتغل على تحديات ترايل 2 او الاسبوع الجاي. فاي شباب هذا بالمختصر كل الاشياء اللي راح تجي على الزومبي قريبا. كل الاشياء هاي طلعت عن طريق التسريب، اتمنى تكتبوا لي بالكومنت شو رايكم عنها، متحمسين او لا، واذا واحد عنده اي توقعات غير اللي تكلمت انا بالفيديو اتمنى يفيدنا اياها بالكومنت. وبس كان معكم شركيال بشركه كيش، كم دي هالتاني ان شاء الله، مع السلامه.